هذا الكتاب المختوم وامر الله بيكم محتوم بين ايديكم وصيتي نتوادع يا اهل بيتي بين ايديكم وصيتي نتوادع يا اهل بيتي تبدي المحن من هاليوم تبدي المحن من هاليوم انا طه هذه ساعات الأخيرة أنتم مني وأنا منكم وأنتوا أهلي والعشيرة وأنتوا أهلي والعشيرة هذا النص بارك الله فيك أنا طه وهذا يومي وهذه ساعات الأخيرة أنتوا مني وأنا منكم وأنتوا أهلي والعشيرة وانتو أهلي والعشيرة من إلهي هالوصية نازلة بهاي الظهيرة شلون أشرح محتواها يا الحبايب والله حيرة يا الحبايب والله حيرة مختوم الرسالة من رب الجلالة مختوم الرسالة من رب الجلالة ومكتوب الرزايا ومكتوب الرزايا عالمختار آله عالمختار لما أغادر دنياي راحتكم تروحي وياي لما أغادر دنياي راحتكم تروحي وياي ما ترجع لعافيتي نتوادع يا هالبيت وما ترجع لعافيتي نتوادع يا هالبيت وتبدي المحن من هاليوم تبدي المحن هذا الكتاب هذا الكتاب المختوم وامر الله بيكم هذا لا تقصر والله الله بيكم محفوظ بين ايديكم وصيتي نتوادع يا اهل بيتي بين ايديكم وصيتي نتوادع يا اهل بيتي ابني المحن من هاليوم ابني المحن من هاليوم وزيري يا ابن ابو طالب شخيبرك بهالوصية مصيبة كبرى لكن اكبر منها صبرك يا علي يا علي لكن اكبر منها علي يجري عالوديعة بصبرك الله يعظم أجرك والغدور ما راح يعوفك إلا لو سيفه
يطبرك هلا لو سيف يطبرك جبريل بسماءك ينعاكب بكاءك والله يخلي قبرك والله يخلي قبرك بجوار انبياء بجوار انبياء اي جبريل بسماء ينعاكب بكاء والله يخلي قبرك بجوار انبياء بجوار انبياء نفسك علي حين تجود تلقاني يمك موجود نفسك علي حين تجود تلقاني يمك موجود كل عطفي ويحنيتي نتوادع يا هل بكل عطفي ويحنيتي نتوادع يا هل تبدي المحن تبدي المحن من هاليوم تبدي المحن هذا الكتاب هذا الكتاب المختوم والله الله بيكم مختوم هذا الكتاب المختوم والله الله بيكم مختوم بين ايديكم رصيتي نتوادع يا هالبيتي بين ايديكم رصيتي نتوادع يا هالبيتي بيها شلون حالي وانا غايب مو مصيبة وحدة هي مو مصيبة وحدة هي وصفة انت ضرج مصايب وسفتي انت برج مصاري بين عصره وبين سطره وطفل مرمي عالتراي هي فتره وترجعي لي قلب مو بس راس شايب ويأذيني منبر ويأذيني منبر جفنك لون أحمر وانشد شنهو ذنبك وانشد شنهو ذنبك والضلعي تكسر والضلعي قهر هذا اليوم أدعي بقهر هذا اليوم يا بنتي دعوة مظلوم يا بنتي دعوة مظلوم وصبرش ما تأذيتي نتوادع يا هالبيتي وصبرش ما تأذيتي نتوادع يا هالبيتي تبدي المحن من هاليوم يلا هذا الكتاب هذا الكتاب المختوم والله الله بيكم مختوم هذا الكتاب المختوم والله الله بيكم مختوم بين ايديكم وصيتي نتوادع يا هالبيتي بين ايديكم وصيتي نتوادع يا دكتور عبد الله السقاي انت صبطي وثمرة مني شنهو شوف بعدي يا الحسن ما
يرحمونك صعب من هال يوم يبدي أنا وإنت موت واحدة قبلك يقطعون كبدي واليالين قلبي أكثر دفنتك ما تصفى عندي دفنتك ما تصفى عندي وبس جعدة واحدة عالدين تعدى ومو بس جعدة واحدة عالدين تعدى حضرة طه قبلك بالقوة تلدى بالقوة تلدى حضرة طه قبلك بالقوة تلدى بالقوة عشك بسهام تسقيني كاس الآلام والترمين عشك بسهام ترميني كاس الآلام ليش تعادي ذريتي نتوادع إيه ليش تعادي ذريتي نتوادع يا البيت تبدي المحن من هاليوم أضمك واسفى باكي تبقى وحدك ما يضل أي غالي يمك يا حسين ما يضل أي غالي يمك أنت مني وأنا منك أي أنت يلي راسك عالعوالي والعوادي فوق جسمك والعادي فوق جسمك هاي أعظم مصيبة الجثتك سليبة هاي أعظم مصيبة يا الجثتك سليبة وزينب تمشي عنك مسبية وغريبة مسبية وغريبة يجمعنا يوم الاثنين يجمعنا يوم الاثنين موتي ويا موتك يا حسين موتي ويا موتك يا حسين صابك يخنق بريتي نتوادع يا هالبيتي مصابك يخنق بريتي نتوادع يا هالبيتي تبدي المحن من هاليوم تبدي المحن من هاليوم لازم امشي هالمسية وانتو من يرفع الباري مقامه يرفع الباري مقامه لكم الله يورث أرضه ويرجع المهدي بسلامه ويرجع للنبوة
وهو خاتم للإمامة، وهو خاتم للإمامة. بدماكم يطالب من كل عادي غاصب، بدماكم يطالب من كل عادي غاصب، ابني ومني وارث أوصاف ومناقب، أوصاف ومناقب يمليها بس عدل ونور، يمليها بس عدل ونور، من تمتلي ظلم وجور، من تمتلي ظلم وجور، وارث مني تسميتي